لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. في صحيفة المدى، خان التمر سوق تاريخي في كركوك مهدد بالزوال. في موقع الهيئة نات احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، أهالي المثنى يهددون بشل حركة الطرقات والدوائر الحكومية. في موقع يقين نات سلسلة هجمات صاروخية تستهدف مقرات حيوية في أربيل. في موقع عربي 21، أوكرانيا روسيا قصفت مسجدا لجأ إليه العشرات. في موقع ذهل، أوكرانيا ضحية جديدة لأكاذيب الغرب والولايات المتحدة. في صحيفة واشنطن بوست، إدارة بايدن تبحث إرسال أنظمة دفاعية متطورة إلى أوكرانيا. وفي القدس العربي، هجوم على القنصلية الأمريكية في أربيل ب12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق. السلام عليكم. حول موقف مقتدى الصدر المتذبذبة، كتب حسن حامد سرداح مقالا في شبكة الإعلام العراقي، جاء فيه: تذكرت خلالها حال أتباع التيار الصدري وكيف كانوا يهتفون ضد المالكي ويقسمون بأغلظ الأيمان بأن سيد الصدر لن يتصالح مع المالكي الذي أذاقهم الأمرين خلال صولة الفرسان. بالعودة لسلوكيات السيد الصدر، نجد ما فعله ليس بالغريب. فزعيم التيار عودنا على مواقفه غير الثابتة، خاصة حينما تتعلق القضية والبحث عن المناصب والمكتسبات. والأمثلة كثيرة وذكرها يحتاج للعديد من المقالات، ولعل أقربها كان استقبال خميس الخنجر في منزله بالحنانة بعد أن كان يصفه بخنجر الإرهاب. هنا قد يخرج علينا من يبرر خضوع السيد الصدر لشروط الإطار التنسيقي بأنه لا تحالف من دون المالك، بالقول بأن مصلحة البلد تتطلب التعاون حتى مع الشيطان، وهي حيلة مكشوفة سيستخدمها أتباع التيار الصدري قريبا. في حين تقول الحقيقة التي يرفض التيار الاعتراف بها بأن السيد الصدر أدرك صعوبة عبور المرحلة الحالية لعدة أسباب، أبرزها الاعتماد على مشروع وهمي يسمى الإصلاح، في وقت تغرق العديد من قيادات تياره بمستنقع الفساد وممارسة دور الميليشيات التي لا تعترف بالدولة وكيانها. وأقرب مثال على ذلك ما حدث مع الناشط في تظاهرات محافظة بابل برغام ماجد بعد محاولته إيصال رسالة اعتراض لنائبة تنتمي للتيار، فكان الرد بالضرب حتى الموت. وعلى الرغم من توفر جميع الأدلة التي تدين حماية الست النائبة، تجد قادة التيار يبررون الجريمة بالدفاع عن شرف النساء ويحاولون حرف الأنظار عن الحقيقة التي يدركها أصحاب العقول، فيما يشكل اعتماد زعيم التيار على حلفاء لا يمكن الثقة بنزاهتهم دليلا آخر على صعوبة تحقيق حلمه بالانفراد بالسلطة على طريقة الدولة أنا وأنا الدولة. ويقول الكاتب: السؤال الذي لا بد منه، متى يدرك أتباع التيار بأنهم ورقة للكسب السياسي؟ من موقع كتابات نقرأ مقالا للكاتب صباح البغدادي تحت عنوان: الأمن الغذائي العراقي بين مطرقة فساد وزارة التجارة وسندان جشع التجار. فبسبب الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها من الاتحاد الأوروبي، اجتاحت خلال الأيام الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والسخرية واستهجان العراقيين بسبب ارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، كانت وما تزال وزارة التجارة وجميع الشركات والمؤسسات والدوائر التابعة لها
تسيطر عليها زمرة من المسؤولين الفاسدين، وحتى القرارات التي اتخذتها على مدى السنوات الماضية لتأمين ولو الحد الأدنى من مفردات البطاقة التموينية كانت قراراتها بمجملها تعكس مدى التخبط والعشوائية، ناهيك عن الفساد المالي والإداري في معظم العقود والمناقصات التجارية المبرمة، حتى أن الخزينة الاستراتيجي لوزارة التجارة والذي يجب أن يكون بدوره في أقل تقدير كافياً لفترة 6 أشهر في حالة حدوث أي من الكوارث الطبيعية أو الحروب الإقليمية والدولية والتي قد تؤثر بصورة أو بأخرى على عمليات الاستيراد والحفاظ على المخزون الاستراتيجي بمستوياته الطبيعية. ولكن الوزارة تعمد في جميع الأحيان إلى عدم توفر هذا الخزين الاستراتيجي، مما ينعكس سلباً وبصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للعوائل الفقيرة والمتعففة، والتي يعتمد ما يقارب من 75% إلى 85% منها على ما توفره لهم الحكومة من مفردات البطاقة التموينية، والتي هي بالأساس تم تقليص مفرداتها والكمية والحصة للفرد الواحد على 5 مواد غذائية فقط، بعد أن كانت قبل الاحتلال توفر أكثر من 20 مفردة غذائية وسلعة استهلاكية. ومن بشاعة ما وصل إليه الفساد في العراق، فقد قلص المسؤولون والمتنفذون الفاسدون بوزارة الزراعة، قلصوا المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير عمدا مع سبق الإصرار لنحو أقل من ثلث الأرض المزروعة التي كانت قبل الغزو والاحتلال. نقرأ مقالا للكاتبة فخر الحسيني نشرته صحيفة الميثاق، جاء فيه: في عراق ما بعد 2003، ولأن مشروع الاحتلال المركب الأمريكي والإيراني عمل على تدمير الشعب ومقومات نهضته، وفي مقدمتها كيان الأسرة التي استهدفت بشكل مباشر، وعمل الاحتلال على تهجير قسري لمناطق معينة وطرد الأسر من بيوتها من أجل هدم وتدمير أهم أركان مقومات الدولة، فلا يمكن أن نتحدث عن كيان دون أن يكون له مأوى كريم يعيش فيه أفراد أسرته. والمصيبة الكبرى أن مستقبل أولادهم يضيع تعليميا وأسريا، والجميع يتفرج على مأساتهم الكبيرة التي هي تفوق مأساة الطعام والشراب وإيجاد المساعدات لهم وإن كانت ضرورية. ومأساة التهجير مستمرة ولم تتوقف، فلم تكتفي أحزاب السلطة وميليشياتها الطائفية ولا الحكومة بتهجير 1,200,000 نازح أوضاعهم كارثية، وإنما جرى تهجير قرى المقدادية ثم قرى ناحية مكحول، ولا يتوقف مسلسل التهجير لأن المشروع الخطير الذي يعتمد على التغيير الديموغرافي مستمر تحت أنظار القضاء والمحاكم وكل أذناب العملية السياسية. وبلا خجل أو حياء ترى بعض الدول المجاورة تعترف وتتعامل مع هؤلاء على أنهم حكام العراق، وجميعهم يعلم حجم إيذائهم للشعب العراقي، ولكنهم تناسوا أن الأزمات مهما طالت فإن الشعوب ستبقى وتحفظ بذاكرتها من ساند جلاديها ومن وقف موقفا مشرفا مع الشعب المظلوم المسلوب الحقوق. حال النازحين في الداخل ينطبق على ملايين العراقيين الذين هجروا خارج الوطن، والذين يقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين، فهؤلاء يعيشون في ظروف صعبة، فهم ربما أفضل معيشة من النازحين، لكنهم أيضا يعانون من تعليم أولادهم والقوانين التي لا تتناسب مع طبيعة بناء أسرهم الكريمة، فضلا عن أن أعدادا كبيرة من العوائل بسبب ملفات اللجوء أو الإقامة ببلدان من دون جواز انقسمت عوائلهم إلى عدة أقسام. فهذه صور وعينات من مأساة العراقيين التي خلفتها العملية السياسية التي صنعها الاحتلال. وتضيف الكاتبة: حتى الذين هم ما زالوا في منازلهم يعانون صعوبة العيش، فكل شيء في العراق في تدهور وانهيار، فلا القطاع الصحي ولا قطاع التعليم صالح لبناء الإنسان وضمان مستقبل الأبناء،
فهم يعيشون بلا مأوى لأنهم بلا وطن، ولذلك لا خلاص إلا بإرجاع الوطن ليوفر المأوى والأمان، لنعيد بناء أسرنا ومجتمعنا، لننهض من جديد بإرادة وثبات العراقيين وصبرهم وعملهم. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقال رأي للكاتب دانيال هاودن عن ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع اللاجئين بحسب لون بشرتهم. نستمع إلى جزء من هذا المقال. إن الحرب في أوكرانيا دفعت أوروبا إلى إعادة اكتشاف مشاعر الشفقة والرحمة لتخلق ازدواجية في تعريف اللاجئ بعد فترة مظلمة ومثيرة للانقسام مثل فيها اللجوء في أوروبا تهديدا حقيقيا. لكن في الوقت الحالي فإن اللاجئين الأوكرانيين يعبرون الحدود إلى بولندا، الدولة ذاتها التي تقوم ببناء جدار على امتداد حدود بيلاروسيا لمنع اللاجئين السوريين والأفغان والعراقيين من الدخول. وخلال الفترة الأخيرة شوهدت مستويات مقلقة من التمييز ضد اللاجئين غير الأوروبيين الذين فروا من الهجوم الروسي على أوكرانيا. وكشفت بعض التقارير عن حالات تم فيها منع أشخاص من ذوي البشرة الملونة من دخول قطارات الإجلاء وعزلهم وإجبارهم على الانتظار لأيام عند المعابر الحدودية. وخير مثال على ذلك وقوع عدد كبير جدا من المعلقين في أوروبا في فخ التمييز إزاء الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء عن غيرهم. وتحدثت وسائل الإعلام بدورها عن الروح القتالية التي يتسم بها الأوكرانيون على الخطوط الأمامية والترحيب بهم، بينما استقبل السوريون والأفغان وغيرهم بوحشية على الحدود نفسها. وأشار الكاتب إلى أنه من الصعب تخيل استقبال اللاجئين ذوي البشرة الملونة بنفس الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون، وخير مثال على ذلك وقوع عدد كبير جدا من المعلقين في أوروبا في فخ التمييز إزاء الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء عن غيرهم. ينضم الفشل في منع أو ردع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قائمة طويلة من الالتزامات التي يتم الوفاء بها من قبل المجتمع الدولي والغرب والولايات المتحدة بسبب الافتقار إلى القدرة أو الإرادة، وفقا للباحث جوناثان شاشتر في مقال نشره موقع ذهل القريب من الكونغرس، الذي أكد أيضا أن التكلفة أو التكاليف السياسية والاقتصادية والبشرية ستكون باهظة بشكل متزايد. سأل شاش سيستر عن الدروس التي يجب تعلمها من سلسلة الوعود الغربية التي قطعت، ليجيب أن خصوم أمريكا سعداء بعقد الصفقات وتوقيع المعاهدات مع الغرب، ولكن التزامهم بالحفاظ على شروط هذه الاتفاقيات مشكوك فيه، وغالبا ما ينتهي الأمر بعدم تحقيق السياسة الخارجية الأمريكية لأهدافها وإلحاق أضرار بالغة بالمصداقية. وأكد الباحث أن أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالذات يدركون أن الثقة بأمريكا تنطوي على مخاطر وجودية محتملة. وأضاف أن الوعود الغربية الكاذبة كشفت أيضا أن القانون الدولي بلا أسنان، مشيرا إلى أن قيام الإدارات الأمريكية المتعاقبة ببث رسائل مشوشة ومترددة حول المحاور الإقليمية بسبب أمريكا أولاً والتعددية المثالية أدت إلى سعي أصدقاء واشنطن للحصول على أسلحة نووية. وقال الكاتب إن الأوكرانيين يسألون عما إذا كان مستقبلهم يبدو مختلفاً لو لم يتخلوا عن الترسانة النووية بسبب الوعود الكاذبة. قال الكاتب ستيفن ميهم أستاذ التاريخ بجامعة جورجيا الأمريكية في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه بينما كان الرئيس بوتين يطلق معركته لاستعادة المجد السابق لروسيا من خلال تدمير أوكرانيا، بدأ شيء على نفس القدر من الأهمية لمستقبل بلاده يتكشف في الداخل،
فقد ألمح أكثر الأصول الروسية قيمة شبابها إلى رغبتهم في الرحيل عن البلاد. بينما كان الرئيس بوتين يطلق معركته لاستعادة المجد السابق لروسيا من خلال تدمير أوكرانيا، بدأ شيء على نفس القدر من الأهمية لمستقبل بلاده يتكشف في الداخل. فقد ألمح أكثر الأصول الروسية قيمة شبابها إلى رغبتهم في الرحيل عن البلاد، وأظهر استطلاع للرأي أجري قبل الغزو الذي بدأ يوم 24 من شباط فبراير أن 43% من الروس بين سن 18 عاما و 24 عاما أعربوا عن رغبتهم بمغادرة البلاد للأبد. ومن بين هؤلاء ذكر 44% أن الوضع الاقتصادي هو السبب الرئيسي للمغادرة. ومن المؤكد أن هذه المشاعر ستتزايد بسبب تأثير العقوبات الدولية ضد روسيا وعمليات القمع في الداخل. ومع تفكير عدد متزايد من المواطنين الروس في مغادرة بلادهم، سيواجه بوتين مأزقا يشبه أسلافه الشيوعيين وغيرهم من الحكام المستبدين. وتشهد الصين فرار المتخصصين في المجال المالي من هونغ كونغ بسبب قمعها، وهو تذكير بأن قمع المواطنين شيء ومنعهم من مغادرة البلاد شيء آخر. وهذا تحد سيجد بوتين صعوبة في الفوز به، عندما بدأ الاتحاد السوفيتي تعزيز نطاق نفوذه على ما سيصبح قريبا الكتلة الشرقية. فرت موجة أولى من المهاجرين من الدول الشيوعية الجديدة إلى الغرب سعيا للجوء في الديمقراطيات في أوروبا وفي الولايات المتحدة. واختتم الكاتب تقريره بالقول إنه ربما يواجه بوتين رحيل العقول الروسية، وإذا قرر الشباب الأصغر والأكثر إقداما في روسيا على المغادرة فإنه سيجلس مكتوف الأيدي وهم يأخذون مستقبل روسيا معهم. جدد رئيس وكالة الفضاء الروسية ريسكوزموس ديمتري روزوغين تحذيره من أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب بسقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات. وقال وفق فرانس بريس إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، ما يؤثر في الجزء الروسي من المحطة والذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية. وأضاف أنه قد يسبب ذلك نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر. وانتقاما من العقوبات، فقد أوقفت موسكو التعاون مع أوروبا بشأن عمليات الإطلاق من ميناء فضائي في غويانا الفرنسية، وأنهت تجارب مشتركة مع ألمانيا، واستبعدت الولايات المتحدة من مهمة مشتركة إلى كوكب الزهرة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.